دايما كتير الناس اللي تبقى عندها حلم بالثروة او عندها حلم انها تحقق ذاتها والكلام ده كله بيبصوا للقصص النجاحات بقى، الناس العصامية اللي فجأة طبعا ايلون ماسك، بيل جيتس، او الناس بقى، او ناس كتير من الاغنياء النهاردة واللي عندهم ثروة كبيرة كانوا بيقولوا احنا ما عندناش حاجة في الاول. هل بيكون احسن ان انا يكون عندي ايدل من الناس دي كده، انا عايز ابقى زي الراجل ده واقعد بقى احمس نفسي بيه، ولا ايه اللي المفروض ان انا اقوله لنفسي عشان اعرف استثمر في نفسي زي ما انت بتقول يبقى عندي فلوس؟ بص، ساعات المقارنات دي بتحبط، وساعات ببقى قاري قصه كده من على الوش، مش عارف مين بدأ البيزنس في جراج، بس انت تعرف ان هو مثلا خريج هارفرد، فاهم؟ هتعرف عيلته كان معاه فلوس قد ايه؟ يقول لك ده ساب الجامعه، ده كان في هارفرد، ماشي، يمكن عمل دروب لسيمستر بس هو كان في هارفرد، انت عارف المعلومه دي؟ فمش دايما المقارنه، انت مش دايما داخل فيها مظبوط. وانا من وجهه نظري ان المقارنه يعني بتتعبك، بس مش حاجه اصلا يعني منطقيه ان انت تعملها. احنا بنتخلق عندنا امكانيات مختلفه، زي ما قلنا بداياتنا مختلفه ونصيبنا مختلف عن بعض، وكل واحد بياخد حاجه، ما حدش بياخد كل حاجه بالظبط. فممكن يكون واحد خد فلوس وخد قصادها مرض، ممكن واحد ما خدش فلوس خد قصادها انبساط في حاجه معينه. مش عايز اتفلسف بزياده، نرجع تاني للموضوع. فرايي بدل ما تحط المقارنه انت حاول تتعلم، يعني غير طريقه التفكير، بدل ما هي مقارنه، لا انا هو ايه الحاجه، ايه عوامل نجاح الراجل ده، ايه الحاجه مثلا لو مسكنا مثلا ايلون ماسك، لونج تيرم، بيفكر في كل حاجه طويله المدى جدا، ده طويله المدى جدا 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 سابق. يعني حتى لو انا معايا الفلوس دي مش ما بفكرش زيه، مش هضحك عليك، دماغي مش زيه، دماغه كانت يعني فعلا طويله المدى شايفة جدا، شايفه المستقبل. بالظبط. لو جينا مثلا على مارك زوكربيرج، بياخد ريسكس جامده جدا. احنا لسه هو منزل حاجه شبيهه جدا لتويتر ونازل ولحد دلوقتي هي ناجحه، وجايز دي تبقى تجربه في الاخر تنجح او تفشل، فهو بياخد ريسكس عاليه، فاهم قصدي؟ فانت ممكن تاخد القصه الكبيره دي قوي وتشوف انا ممكن بقى اطبقها ازاي على حالي. يعني مثلا انا عايز اعمل كارير شيفت ومرعوب، طب ما هو ما مش هتحرك. ما دي النقطة أنا كنت بسألك عليها، فكرة إنه في ناس كتير قوي تبقى عايزة تبدأ مشروع، بس هي شخص موظف بيشتغل في الشركة ومرتبط بمواعيد. في ناس تقول لك لا، ما تسيبش الوظيفة، ما تسيبش المرتب الثابت، وابدأ جنب شغلك حاجة، يا نجحت يا فشلت يبقى أنت كده ما خسرتش حاجة، لكن ما تضحيش وتسيب وتغامر بشغلانه وظيفه ثابته قصاد حاجه انت مش ضامن هي تعمل ايه. فالشباب اللي بيبقوا نفسهم يعملوا الخطوه دي بس خايفين جدا، يعني يعملوها ولا لا، ويعملوها ازاي؟ بص، بصراحه انا مدرسه تعمل كل حاجه تقدر تعملها جنب بعض، جنب يعني بعض. انا بشتغل، عندي وظيفه لحد دلوقتي، وبعمل محتوى، والمحتوى ده بدا يتحرك ان هو يبقى بيزنس، وبخش شراكات في حاجات جانبيه، بس ببقى سايلنت بارتنر بقى، ما ببقاش بحط وقت في الحاجات دي. فانا شايف ان لو تقدر تعمل جنب وظيفتك البيزنس بتاعك اعمل كده. يعني ما تنصحش ان حد يغامر بشغل مش في وظيفته الاول، ويسيبها؟ لا مش في الاول، مش شايف ان دي حاجه يعني هتحطك تحت ضغط ملوش لازمه. لو تعرف تبقى تحت ضغط ان انت مسحول، بدل ما تبقى ضغط ان انت مرعوب كل يوم ومش عمال تفكر انا هجيب فلوس منين، انا شايف ان لا، تبقى تعبان شويه جسمانيا، جاي على نفسك، جاي على خروجاتك، جاي على فسحك، احسن ما تبقى جاي على اعصابك بشكل كبير وتاخد قرارات غلط